خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالامس وفد من اعضاء الكونغرس الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. خلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على المخاطر الناجمه عن العمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه وتداعياتها الانسانيه والامنيه. كمان امبارح توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الصينيه بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ للقيام بزيارة لدولة جمهورية الصين الشعبية. الزيارة حتتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية. كمان حتشمل حضور الرئيس السيسي للجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة السناتور جيري مورين عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. شهد اللقاء حوار معمق حول مجمل الأوضاع الإقليمية، وأكد الرئيس السيسي ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة اللي بيعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والأمنية. امبارح توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية حتى تتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وهيتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. وده تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. هتشمل المباحثات أيضاً مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية. كذلك تتضمن الزيارة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي بيعقد يوم 30 مايو الجاري بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية جديدة في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وشتى محافظات الجمهورية من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات. وتوجه مدبولي لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، وأوضح أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، وده من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية اللي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتاً إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وهتستمر في تحقيق مستهدفتها خلال الأعوام المقبلة. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن مصر يزداد عدد سكانها سنوياً والدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات هذه الزيادة السكانية، لافتاً إلى ارتفاع فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء بيكلف الدولة 223 قرش، موضحاً أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه، ووزارة الكهرباء تدفع منها فقط 4 مليار جنيه. قال أيضاً رئيس الوزراء إنه كلف وزيري الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحوار الوطني يمثل كافة أطياف المجتمع، موضحاً إنه هيتم الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024، كما أوضح إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب.